ازاي ممكن اكل محشي من غير ما اتخن؟ ايوه، ازاي ناكل محشي من غير ما اتخن؟ مبدئيا لو احنا عملنا وصفة المحشي ينفع جدا ان احنا نقلل كمية الرز ونزود الخضرة ونزود مثلا العصاج، ينفع جدا. طيب لو بديل بقى للرز اصلا ممكن الكينوا وممكن البرغل، يعني في بدايل ممكن الواحد يحطها تنفع جدا جدا، خصوصا الكينوا بتبقى لذيذة قوي قوي، ينفع الواحد يعمل بيها المحاشي. نسلقها نص سلقه كده قبل ما ندخلها في خلطه المحشي ونحشي بيها عادي جدا. وزودوا يا ريت يا ريت يا ريت الخضار، تمام، الخضره تزودوها. طيب ايه كمان؟ ما ناكلش بقى كتير، يعني هو برده مهما كان في حياتنا ناكل دايما